بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء، حلقه يوم الاثنين على الهواء مباشره مع فضيله الشيخ محمد ابو بكر. حلقه كلها فتاوى واسئله جميله من حضراتكم، ان شاء الله فضيله الشيخ يجاوب عليها، وانا عليا تسميع ما تيسر من القرآن الكريم اللي فضلت الشيخ حددهولي وبيحددهولي كل أسبوع. وبقول لكل الناس اللي عايزة تحفظ قرآن كريم يعني شدوا حيلكم معانا، وفضلت الشيخ بيدينا 5 6 آيات كده كل يوم اتنين. النهاردة معاه تسميع سورة التكوير بس مش كلها مش كاملة. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. كده خلصت؟ بسملة بالرحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام على سيدي ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، ست دعاء معاك الاثنين الجاي إن شاء الله سورة التكوير كاملة. كده سورة التكوير خلصت والنهارده قرايتك ما شاء الله ممتازة، ولكن بعض الأحكام فاتتك. زي إيه؟ يعني النون يعني ما بينك وبين عذاب مش عارف ليه. ما لا 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 بس طب جميل. طب أعرف منين؟ بس جميل، كل نون عليها شدة وفتحة تمسكيها. زي إيه قولي؟ خلاص. والصبح إذا تنفس مش لا آسف والليل إذا عسعس لا 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 قبليها قبليها وقعت أنت في إذا الشمس وإذا النجوم انكدرت. فدي محتاجة بس لكن ما شاء الله. طيب يعني عايز أقول لك أصلا الله يرضيك، عجبتني والليل إذا عسعس والصبح ما عندنا ما بيوصلش ده لما يكون واحد يعني بقى فرود ما شاء الله. أنا بقى بقعد في الطريق بالعربية، فضلت الشيخ بيبقى مسجل الصوت، خلاص اخلص قراءه حضرتك وانت متعتني بقى بفكره ايه. انا بدات ادور بقى، يعني انا ما كنتش، ودي حاجه كانت عيب فيا، وكنت اقعد اقول ايه، الناس يقول لك يا سلام ده الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ده جميل، يا سلام ده بحب الشيخ الحصري جدا، يا سلام. اقولهم من بيعرفوا يفرقوا بينهم ازاي؟ هي كلها قران. لا كنتش بقى كده، فبدات بقى اتمتع وربنا رزقني بالامزجه دي والمذاق ده. الله انت لسه بقى تشعرين ان شاء الله لما تيجي تراجع مثلا بكت على بعض زي ما بنقول كده. يعني لما تيجي النهارده مثلا تراجعي النبأ والنازعات وعبسة والتكوير وهسمحهم. وانا فاضل لي كام يوم على التسميع؟ فاضل لي 3 ايام. فهتدلع مع مولانا الشيخ الحصري واظبط الاحكام واظبط الحروف. طب انا مزنوقه او متضايقه بالليل وقرفانه وزهقانه، متضايقه من العيال او انا متضايق من العيال، فمحتاج حد يطبطب عليا. لقيت الطبطبه
لقيت الطبطبة، اه فمحتاج حنان القرآن. مولانا الشيخ المنشاوي الله. رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وتعيش معاه بالليل كده وكأنك تسمع القرآن غضا طريا كأنه ينزل. طيب لا ما سمعتش الشيخ لا لا المنشاوي، لا ما لا لا، ده ركزتش حنان يعني. القرآن، ده مشايخ تعرف مسمينه لما تسمع حنان الشيخ القرآن. تعرفه طبعا من صوته، طبعا طبعا زي الشاطرين اللي بيعرفوا طبعا المطربين بيعرفوا طبعا يفرقوهم. طبعا انت بقى طبعا. طبعا. طيب قول لي في ساعات يعني ما شاء الله القراءات بتاعت الشيخ الحصري واضحه كانها متسجله امبارح، طيب انما الشيخ عبد الباسط حسيت ان الصوت بعيد كده ومتسجل اي حاجه. خالص ابدا. طب بس قول لي. هو مشايخنا كل شيخ وليه نظام في القراءة. القراءة أصلا اللي احنا بنقراها دي ليها مراتب، ليها إيه مراتب. فسيدنا الشيخ الحصري رحمة الله عليه، احنا عندنا مرتبة الحدر، مرتبة التدوير، مرتبة التجويد، مرتبة الترتيل، وهي المرتبة الوسط. فتلاقي مولانا الشيخ الحصري ناس كتير لا تفرق بين تجويده الترتيل وترتيله. والتجويد. ليه؟ لقيت آيات مكتوب عليها مرتلة للشيخ الحصري ولقيت مجودة للشيخ الحصري، تمام. أسمع دي ألاقيها زي دي. لأن سيدنا الشيخ رحمة الله عليه ورضي الله عنه كان ترتيله يقارب تجويده، ما كانش بيقرب من ناحية الحذر والتدوير زي حالتنا احنا النهاردة. اللي هو ينغمها يعني، لا يتكلمنا خالص، لا بلغتنا مش. بسرعة، اللي هي بسرعة يعني. زي ما بقول لحضرتك كده، احنا الواحد فينا بيبقى داخل صلاة التراويح بين أمرين. الأمر الأول أن خلفه أحبابه الذين لديهم أعمال ومشاغل، وهو عايز يخلص الجزء، هم جايين وراه علشان هو بيقرأ بجزء، وفي نفس الوقت عندنا ما وقت وما تنامناش بقى نملش. الليل. فالشيخ يقرأ بالحدر أو التدوير، اللي هو بسرعة. فتلاقي مش بسرعة، هو مفيش إخلال بالأحكام، ايوه بس هو محتاج نفس يديله، ممكن يجيب الفاتحة في نفس واحد خلاص، ويجيب على طول الآيات مع عدم الإخلال بالأحكام، مع المحافظة على النغم الذي يصور جميل القرآن الكريم في الأذهان. فطبعا مولانا الشيخ المنشاوي ده حنان القرآن، ده معروف كده. لا بس الشيخ الحصري سهل تحفظه معاه، خدي بالك خدي بالك، من لم يسمع ومقسم. مولانا الشيخ الحصري فلم يسمع ولم يحفظ ولم يتقن ولم يرتل ولا يعرف شيئا عن القرآن. خدي بالك، الشيخ الحصري هو اللي تربينا عليه وهو اللي تنشأنا عليه، وما نقدرش نفرقه إلا زي ما بيقولوا كده لما نحترف. خلاص بقى حفظ وبقى متقن، يروح يراجع بقى. هو محتاج في المراجعة، مش محتاج سيدنا الشيخ الحصري، لأنه محتاج مثلا يراجع الجزء في تلت ساعة أو في نص ساعة. صحيح، يبقى محتاج الشيخ سرعة. الشيخ الحصري بيطول وبيأثر. مش بيطول، هو بيعطي كل ذي حرف حرف صح حقه. صح صليت صح على الحبيب. جميل. وقفنا المرة اللي فاتت وقفة نسأل الله ألا يوقفنا عندها أبدا، قل آمين. آمين يا رب. عند قول الله تعالى وإذا الجحيم سعرت. جهنم في القرآن الكريم أو الجحيم لها ألفاظ ولها أسماء كثيرة. فأشهر أسماءها جهنم. جهنم من الإيه؟ من العبوس والغلظة، حاجة مكشرة. فده معنى كلمة ايه؟ تجهم. الله عليكي. وفي تلظى اللي هي الشعلة الحارقة، فهماني؟ لظى أو تلظى، خدوا بالكم. طيب وفي الحطمة التي تحطم من فيها. كل دي أسماء وردت في القرآن. وفي السعير وهي دلالة على شدة الاشتعال واللهب والحريق. وفي الهاوية، ذهب به إلى أمه الهاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. الكلام ده مين اللي بيقوله؟ الأرواح. خدي بالك، لما النهاردة رحم الله أمنا الكريمة دكتورة عبلة الكحلاوي رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناتي، أم العلماء ويعني شهيدة الفقه الصابرة المحتسبة الورعة المنضبطة التي نقلت الفقه للناس سهلا ميسورا، أستاذة الحديث والفقه بالمسجد النبوي والمسجد الحرام، فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مأواها ومثواها إن شاء الله. قولي آمين. آمين يا رب. فأنا ليه بقول لك بقى وذكرت أمنا؟ أمنا عبلة النهاردة لما نزلت قبرها تتجمع حولها الأرواح، كل واحد يسأل عن اللي يخصه. مش فاهمة النهاردة.
الأرواح اللي سبقت أمنا عبلة الكحلاوي إلى الله سبحانه وتعالى بتتجمع حوالين أمنا عبلة بعد ما يفرغ من من السؤال، بعد ما أقاربها تفرغ من ومعارفها. السؤال، كل الناس، كل الأرواح خلاص الناس مشيت ودعوا لها. عند آخر قرع نعل يأتي الملكان فيسألانها وتجيب إن شاء الله، ربنا يثبت لسانها ويثبت جوابها وييسر جوابها، قولي آمين. آمين يا رب. فبعد كده الأرواح تتجمع حواليها، أخبار فلان إيه فلان اللي وأخبار في الدنيا. طمنع لحد ما أمنا، لدرجة إن بعض الأرواح تشفق على الميت اللي جاي، فتقول له لبعضيهم دعوه ليستريح من عناء الدنيا، اصبروا شوية. فيتسأل على حد، فلان أخباره إيه؟ قلت له ما أعرفش، ده جه قبلي، ده مات قبلي. فأرواح النعيم تقول ذهب به إلى أمه الهاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. ازاي لأن يعني؟ أرواح أهل النعيم في مكان، في برزخ وحدهم، وأرواح أهل الجحيم في برزخ يعني وحدهم. ما يشوفوهوش؟ لا ما يشوفوهوش. صليت على الحبيب صلى صوت. الله عليه وسلم، علشان كده سميت الهاوية من السقوط، نسأل الله السلامة. وبعدين سميت الواحد بيدخل القبر بيبقى عارف مكانه جنة أو نار؟ لا لا لا، ده يدخل القبر كده متأخر، كده أول ما متأخر، روحه تطلع يبقى عارف أولا روحه تطلع، مقعده، ده يعني هو خلاص في أيامه الأخيرة، بيبقى عارف مقعده خلاص في الجنة ولا في النار. يرى مقعده من النار، إن كان مؤمنا يرى مقعده من النار. يعني إيه؟ لو مؤمن فربنا ملك الموت أول ما يوريله مقعده من النار، فيعبس وجهه فيقول أبشر قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيستبشر. صليتي على الحبيب. فهو خارج من بيته وعارف إلى أين يذهب، إلى جنة أم إلى نار، إلى البواري أم إلى الرضوان، إلى الفوز أم إلى الخسران. ولذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. طيب، سميت الجحيم من شدة الاشتعال حتى صار لها لهب عظيم. وبعدين الكارثة إن جهنم لا يستطيع العقل إدراك اتساعها. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة فسمع رطمة جديدة قوي، خبطة جديدة قوي، قال لهم يعني أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم يا رسول الله. فقال هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفة، من 70 سنة، فوصل اليوم إلى قاع جهنم. يا ساتر يا رب. يوم القيامة جهنم لا تمتلئ من البشر، وإنما لا تمتلئ جهنم ولا تشبع حتى يضع الله سبحانه وتعالى قدمه عليها، بدون تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، عشان تعرفوا ان الرحمة والعذاب بيد الله سبحانه وتعالى. حتى جهنم لو خدت البشر دول كلهم هتقول هل من مزيد. فربنا سبحانه وتعالى رحمة بالعباد يضع قدمه على نار جهنم ويقول قط. طيب، فتمتلئ وتسكت جهنم، وحينئذ نطلع فاصل. طب يلا ونرجع نكمل ضروري. اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، معايا سارة. الو، اهلا يا سارة، ازيك؟ ازيك يا هاي، عاملة ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. كنت عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الاول بالنسبة للصيام، اللي هو الست المرضعة او الحامل او كده. انا كنت رضعت بنتي فترة، فكانت فترة كله تقريبا، وحاليا بعوض الايام اللي عليا، بس انا كنت حابة اعرف في برضه كفارة على الصيام اللي فاتني ولا لا، وهل الكفارة دي بتكون لازم رمضان اللي بعديه يعدي عليا، ولا ممكن لازم دلوقتي، يعني لازم يعدي رمضان تاني عليا عشان ادفع كفارة، ولا ممكن التعويض كفاية ولا كده؟ في الدفع يعني قصدك، ولا في التعويض الصيام؟ يعني انا عارفه انا لازم اعوض صيام، لازم اصوم، وطول ما انا عايشه طالما اقدر اصوم اصوم، بس انا عايزه اعرف الكفاره كمان لازم ادفعها. الكفاره في الدفع. تمام، ماشي. السؤال التاني بالنسبه للعقيقه،
انا سمعت ان العقيقه دي حاجه مش عارفه هي سنه ولا فرض، بس هي لازم لحمه مستويه ولازم ليها شروط معينه، فحابه اعرف اكتر عنها، وحابه اعرف لو حد كبير زينا كده مثلا. انا اعرف ان العقيقه دي شويه كانت كمعلومات مش موجوده من زمان، يعني الناس بقت ايوه عارفاها اكتر عن زمان. فدلوقتي لو انا كبيره اهو دلوقتي مش عارفه هم عملوا عقيقه ليا ولا صغيره ولا لا، فهل لازم اعملها مثلا وانا كبيره كده ولا خلاص انا مش ملزمه بيها او كده؟ ماشي ماشي يا بس سار، خلاص. شكرا يا سار. طيب رمضان اللي كانت فتراه، طيب ها صلي على الحبيب عليه صلى الله عليه افضل وسلم، الصلاه وعشان والسلام. السؤال ده بيتكرر كتير قوي. تمام. لا يجوز للمرأة أن تدفع كفارة إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن تعجز عجزا كليا عن الصيام لمرض مزمن. الحالة الثانية أن تطعن في السن بحيث يصير الصيام مهلكة. يبقى يا ست سارة، ما دمت حضرتك ربنا مديك العمر والصحة يبقى هتقضي. طب خلي بالك يا عم الشيخ، أنا هحكي لك حكاية كده اسمعني فيها. نعم، الشهر ده رمضان ده كنت حامل، اللي وراه كنت برضع، اللي وراه ربنا شاء إن أنا أحمل، اللي وراه شاء إن أنا أرضع. لو قعدت 10 رمضانات هذه الأيام تصبح دينا في رقبتك تؤدينها وتسددينها بالصيام. طيب أمال مين اللي العلماء أو بعض العلماء أوجب عليه الكفارة مع الصيام؟ واحدة ما عندهاش حاجة خالص، فاضية، ستنا عائشة، كانت تقضي صيام رمضان قبل رمضان، يعني قبل ما يجي عليها رمضان اللي بعديه. طيب هي تكاسلت، فالعلماء قالوا لو جه عليها رمضان التاني وما قضتش الايام دي هتصوم وتخرج كفاره كتأديب لتراخيها في تسديد دين الله سبحانه وتعالى عليها. دي الايام بتاعت الدوره الشهريه. ايوه نعم، اللي هي ما هو ليه؟ لان قعدت سنه، خلي بالك، قعدت سنه قاعده فاضيه ما عملتش حاجه. هو ينفع اصومهم ورا بعض؟ ينفع أصومهم يوم ويوم؟ ينفع. يوم كل أسبوع؟ ينفع. يوم كل شهر؟ ينفع. ينفع أنوي الاثنين والخميس اللي عليا والصيام؟ ينفع. ينفع الـ6 أيام من شوال أنويهم بما عليا و6 أيام من شوال؟ ينفع. كل الأمور دي ما دامت تصلح، إحنا اللي بنتهاون في تأخير اللي أو ما في صامتهمش سداد حق خالص الله يا فضيلة سبحانه الشيخ وتعالى. نعم، تعمل إيه؟ اللي ما صامتهمش خالص لا تعمل إيه؟ لازم تجمعهم وتصوم. حاجة اسمها غلبة الظن. طب افرضي كبرت، كبر خلاص، لا ما كبرتش ومن سننا، وحد يعني قابلت حد مرة قالت لي لا انا ما بعوضهمش، لا فبقول لها ليه؟ قالت لي هو انا اللي فطرت؟ ما هوش ربنا هو اللي قال ما لا، ربنا سبحانه وتعالى الذي افطرها والذي امر بافطارها، امر ان تعوض الصيام ولا تعوض الصلاة. وبعدين صيامها ده ليه مصلحة ليها هي، لانها بتاخد الاجر مضاعف. لانها ولذا نعم، في خارج احنا عندنا الاجر على الفعل، على الطاعه مش على الفعل، على الطاعه مش على الفعل. ولذلك دائما كانوا مشايخنا يقولوا لنا كده، بان المراه في الصيام او في رمضان اعظم ثوابا من الرجل. الرجل بيؤمر بالصيام فيصوم فخلاص انتهى موضوعه، لكن المراه امرت بالصيام فصامت فلها اجر، امرت بالافطار فافطرت فلها اجر، أمرت بالقضاء فقضت فلها إيه؟ أجر. يبقى ليها 3 أجور فين؟ في رمضان. وصلت كده؟ تمام. طيب اللي وصلت لسن طاعن خلاص مش هتقدر، أو مرض مزمن خلاص، يبقى في الحالة دي تخرج عن كل يوم مسكين، إطعام مسكين. أطلع فلوس في مكان فيه إطعام. فلوس خلي بالكم. أكل يعني. طيب بعد بقى رمضان بسنة بسنتين بـ10 الفلوس تطلع عادي. خلاص بقى. دي منتهية بقى خلاص. تمام. العقيقة، شروط العقيقة لازم تكون مطبوخة ولا ممكن العقيقة تكون أولا ذبح. عشان بس نبقى متفقين، يعني ما أروحش أجيب 10 كيلو لحمة؟ لأ. لأ ده في ناس بتعزم في مطاعم. لأ. يبقى ما بقتش عقيقة. بيقولوا دي العقيقة بتاعت الواد وإحنا حجزنا عند الكبابجي لانه مش عارفين نذبح ولا نعمل دي عقيقتكم انتوا. والله بيعملوا كده. ما عقيقتكم انتوا وليس عقيقة اهل الشرع والدين. والله بيعملوا كده، بيحجزوا عند الكبابجي ويقول لك عقيقة الواد. طب عشان خاطري ما تنفعش خالص، خليكي في عقيقة ربنا. ماشي، صلي على الحبيب عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. العقيقة لازم تذبح. اوكي خلاص كده. والذبح في امور افضل من امور. ست دعاء ربنا رزقها بصبيان وبنات، فقالت لي كل ولد عليه ايه؟ عليه خروفين. قلت لها قالت لي طب انا عايز اجيب للولد
عجل يبقى أكثر طعاما للفقراء واليتامى والمساكين والكلام الحلو المنمق ده، أو لها الأصل في العقيقة أنها الضأن. يبقى لو أنت عايزة تمشي على بقى السنة المزفرة، لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب يبقى تمشي على الضأن. يجوز الانتقال لغيره؟ يجوز. ولكن أنا بقول لك السنة. طيب دي نقطة. النقطة الثانية يبقى تبقى مطبوخة. النقطة الثالثة ودي المهمة في العقيقة جدا، خلي بالك قوي، هو ايه العقيقة دي؟ العقيقة دي طعام نطعمه استبشارا بذلك المولود الذي جاء إلى الدنيا بلا ذنب ولا خطيئة، يبعث في الناس الأمل والحب والتفاؤل والتسامح والمصافحة. فالمطلوب، أنا زعلان مع أختي دعاء، قبل ما أتكلم في عقيقة أروح أصالح. زعلان مع حماتي أروح أصالح. زعلان مع أخت مراتي أروح أصالح. إيه علاقته؟ إيه علاقته؟ اجتماع الأسرتين على الطعام إيذانا واستبشارا بهذا المولود الجديد. ماشي. فنصفح عن بعضنا ونتحابب ونتآلف ونتوادد. طيب أبويا كان فقير معقش عني، عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعدما بعث. خلاص. طب سؤال، هي بتسأل حضرتك هو ده سنة ولا؟ ما أنا قلت لها دي سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هقول لك حاجة، يعني ساعات كده يعني الحديث عن السنة بيرتقي لفكرة انه ده واجب ولو ما تعملش تبقى مصيبة. طيب. واحنا متعلمين انه يعني معلش في حاجات ممكن ما تتعملش يعني. طيب صلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. السنة نوعين، سنة غير مؤكدة وسنة مؤكدة. لكن السنة في عمومها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. تمام. منتهية كده خلاص. لكن دايما أنا بقول للإنسان القادر على أن يأتي السنة لما لا تأتيها وأنت يوم القيامة تطلب الشفاعة من صاحبها، فكيف تذهب إلى صاحبها وأنت في الدنيا كنت قادر على إيتاء سنته فلم تأتيها؟ هتروح له بأنه وش؟ هتروح له بأنه وش؟ ها؟ وبعدين كان سيدنا الشيخ الشعراوي يقول حتة جميلة حتى في سنن الصلاة، شيء بشيء يذكر. كان لما يلاقي واحد يتسرع علشان يصلي الفرض يقول له استنى. صلي السنة. يا مولانا يثاب فاعلها ولا عقب، يقول له يا ابني أنا عارف. حافظ والله التعريف. بس السنة دي بتاعت مين يا ابني؟ فيقول له بتاعت النبي. يقول له يعني معنى كده لما تسبق الفرض بالسنة فالفرض بتاع مين؟ بتاع ربنا. فانت داخل في ايد النبي على ربنا. شوف الجمال. جعلت السنة في الصلاة جبرا لنقص الصلاة، خلي بالك. جبرا لنقص الصلاة. وما وقع في الصلاة من سهو او نسيان. علشان كده هي سنة، القادر عليها يفعلها ويجمع الناس لها. شرط فيها الفقراء والمساكين؟ مش شرط الفقراء والمساكين. طب ما كده الفقراء محرومين من فكرة العقيقة دي. ايه اللي حرام؟ انهم مش معاهم، غير مقتدرين انهم يعملوا. خلاص يبقى سقطت عنهم. اذا كان الفرض اللي هو الحج سقط عنهم. مش كده ولا ايه؟ وبعدين خلي بالك، ايوه اصله بيربطوا انه الولد ممكن يجرى له حاجه او يعمل حادثه او كذا بانه ما عملش العقيقه. هي بركه للولد. هي بركه، هي صيانه، هي حمايه، هي رعايه لمن قدر عليها. طيب. لكن لمن لم يقدر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ام مصطفى. طب هات ام مصطفى. يا ام مصطفى ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيكم ودائما منورين، والشيخ بنستمتع بكل حرف وبنتعلم منه كل حاجه حضرتك بتقولها لنا. ربنا يرضيك، ربنا يحفظك. تعيش بس استحملني دقيقتين بس، الله يبارك لك. حاضر. هو في احنا البشر يعني انا عامه يعني لو الواحد تفكيره بيروح لحاجه فوق عقله في خلق الرحمن سبحانه وتعالى، هل انا كده ابقى اذنبت او انا تعديت حدودي؟ طيب. الحاجة التانية التسبيح، لو أنا لازم أذكر والتسبيح، التسبيح أو أذكار الصباح والمساء لازم أكون طاهرة من أي شيء؟ طيب. معلش السؤال الأخير، قولي. لو أنا عايز أطلع حاجة من بيتي بدون علم زوجي، حاجات ما حضرتك شغالة ولا مش شغالة؟ لا حضرتك أنا ست بيت. طيب شكرا. بدون علم زوجك يعني طلعي أكل من الأكل يعني اللي هو بيمنعك ولا سايبها لك مفتوحة؟ هو مش بيمنع بس ساعات مش بحسه مش بيبقى مبسوط. طيب. طيب حاضر. أميرة. يعني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذة دعاء؟ أهلا يا أميرة ازيك؟ عاملة إيه؟
بلاش عامله ايه وكده عشان بيتعصب. خشي في السؤال على طول. خشي في السؤال على طول عشان بيقعد. الشيخ محمد زهقان بيزهق لما يفضل يستفسر كده. بيزهق كده من تضييع الوقت. خشي على طول. طيب ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسلام عليكم. وعليكم السلام، سلمكم الله من كل سوء وشر ومكروه، اتفضلي بسؤالك على طول. كنت عايزه اسال حضرتك بس يعني الناس اللي هي اللي بتقعد كتير ربنا ما رزقهاش بالخلفه وكده، ايه جزاهم عند ربنا ولا ما لهمش جزاء؟ حاضر حاضر يا امير. حاضر يا ست الكل. وبرده الناس اللي بتعاير يعني اللي بيكون مع النعمه دي وبيعاير غيره بيها، ايه برده؟ طيب حاضر حاضر حاضر. هيضربني. ها هيزعل. صلي على الحبيب. معانا هدى. نرجع بقى، نرجع الاول قبل ما اجاوب على الاسئله كلمتين علشان اقفل، واذا الجحيم سعرت، لان انا مش عجباني الوقفه. طب يلا قول. فاحنا قلنا ان جهنم يوم القيامه لن تمتلئ حتى يضع الله سبحانه وتعالى قدمه فيها فتنطوي وتنزوي بعضها الى بعض. خلاص كده. الكلام ده انا مش فاهماه. يعني ربنا سبحانه يعني وتعالى. يعني ايه ربنا؟ هي فين دي الكلمه دي؟ جت فين؟ في حديث صحيح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا تحذيرا من جهنم علشان ما حدش يقول هيخش فيها مليون وخلاص وانتهت القصه. لا، ده جهنم واسعه قوي. لن تمتلئ إلا بإذن الله سبحانه وتعالى بأن يضع الله قدمه فيها فتنطوي، يقول لها بس كفاية، فتنطوي وتنزوي بعضها إلى بعض، عندها لا يظلم ربك أحدا. خدوا بالكم، واحد مرة في درس بيسألني على حاجة جميلة قوي. قال لي يا مولانا في حاجتين بساط قوي، هي نار الدنيا دي قد إيه من نار الآخرة؟ قلت له سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لي إن نار الدنيا دي جزء من 70 جزء من نار جهنم. انت عارفة اخف الناس عذابا يوم القيامة؟ عشان واحد يقول لك انا هاخد ساعتين في العذاب واطلع، ربع ساعة واطلع. اخف الناس عذابا يوم القيامة يلبس نعلين في قدمه من نعال جهنم فيغلي منهما دماغه. يا ساتر يا رب، يا ساتر. فكيف يا رب. باشد الناس عذابا؟ يا ساتر. صليتي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ربنا بشرنا قال واذا الجنه ازدفت. الواقفه هنا حلوه براحتنا. اروح معاكي اول سؤال. بتقول ايه ام مصطفى؟ بتفكر في حاجات ربنا مين اللي خلق؟ طيب. الحاجات اللي هي فوق العقل دي. الله سبحانه وتعالى امرنا ان نتفكر في نعمه وفي خلقه دون ان نتفكر في ذاته. فاذا وصلت الى مرحله التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وغيري الحاله التي تكوني عليها. لو انت نايمه قومي اقعدي، ولو انت قاعده قومي تمشي، وقومي توضي واهرعي الى القران الكريم، فان فيه ان شاء الله وقايه من كل فكر سوء. ادي اول حاجه. طيب التاني التسبيح كان صلى الله عليه وسلم يا ام مصطفى يسبح الله على كل حال. يعني وانت جنب سباحي، وانت عليك العاده سباحي، لا يمكن لمؤمن ان يترك التسبيح ابدا. بل قالوا ان المراه بخلاف الجنب، الجنب لما حجروا عليه بعض الاشياء او حذروا عليه بعض الاشياء قالوا لانه قادر على رفع الجنابه، لكن المراه رفع العاده عن نفسها ليست بيدها. طيب والقرآن ينفع تقراه؟ يجوز لها أن تقرأ القرآن ولكن بحائل، تمسك القرآن بحائل، يعني من الموبايل ماشي. لو هتلبس جوانتي أو تمسك إشارب ماشي. طيب. لا بأس. تطلع حاجة من بيتها جوزها بيقير. طيب. تطلع حتة لحمة. هو إحنا حنا في بيوتنا حاجتين. في بيوتنا إحنا أذنين للنساء أن يعني تفعل ما تشاء، يبقى خلاص كده انتهى الأمر. طلعت كتير قليل مفيش مشكلة. طيب لو هو في الحالة دي هي مش مطلعة على القلوب، وما دام يسكت فالسكوت عندنا إقرار، وهما شريكان في الثواب بارك الله فيها وفيه. وأخلف الله عليهما. ها طالما ما منعهاش يعني. خلاص بقى مفيش. طب خلاص. أدام طيب. مفيش منع صريح. أميرة اللي بتتأخر في الولادة في الحمل يعني وتفضل تدعي وربنا ما يرزقهاش بالحمل. طيب. هل ليها ثواب عند ربنا إنها اتأخرت في الحمل ولا ده عادي؟ شوفوا. الله سبحانه وتعالى عشان الكلمة دي بتأذيني قوي. حرمني. لا ربنا ما حرمش. الله ما منعك إلا ليعطيك. وإذا كان عطاء الدنيا عطاء مؤقتا فانظر إلى عطاء الآخرة. وكل إنسان ابتلي فصبر فله أجر بغير حساب. قال في القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
وبعدين يا ستي الحاجة الكريمة لا حلوة دي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني ممكن واحدة ما خلفتش وتبقى نفسها في حاجة وتقعد تدعي كده تدخل من غير حساب الجنة؟ طبعًا. أمال إيه؟ بس يعني صبرت واحتسبت. خدي بالك، ولذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ربنا جمع عليه قلت لك كل الابتلاءات. فأمنا عائشة ما أنجبتش، فوجه عائشة إلى إيه؟ ها؟ إلى حاجة اسمها الابن البديل. قال لها روحي ارعي مين؟ ها؟ عبد الله ابن الزبير، اللي هو ابن مين؟ ابن السيدة أسماء ابن أختها، اللي ما كانش يحلل نوم ولا يسلطن إلا بين رسول الله وعائشة، وبه كنيت، فكانت تسمى بأم عبد الله ستنا عائشة رضوان الله عليها وأرضاها. كانت خالته، ما كانتش أمه. ها؟ فهل تعتقدون أن أجر عائشة يوم القيامة عند الله قليل؟ وأجر العوائش في الدنيا قليل. كل امرأة صبرت على فقدان الولد أو على الحرمان من الذرية أبشري فإن لك عند الله إن صبرت أجرا لا يعلمه إلا الله، وإن الكريم إذا أعطى لا يعلم عطاء الكريم إلا الكريم. طيب اللي بتقول لك بقى دي أرض بور، اللي تقول لك دي أرض بور. اصبري عليا اصبري عليا، هقول وصية. قول من غير ما تقولي ارض بور، عايز اقول وصيه. في ستات بتقعد هقول وصيه تقول لك بيعاير وبيعاير. هقول لك وصيه جميله قوي. قول وصيه لكل الناس وانا اولكم. اذا اردت ان تكون امنا من تقلب الايام ومن فواجع الاقدار فلا تشمت ولا تشمت بمبتلى ولا تعاير انسانا بذنبه ولا تتحدث في إنسان بعيبه. فإن كنت تتحدث عن هذه بأرض بور فهل ترى أن عائشة كان أرضا بورا؟ وإن كنت تعاير إنسانا ضاع ماله لفساد عقله. أنا قلت اللفظ بس أنا بقى على راسي ده بيتقال. ده وضع حال. خلي بالك ده احنا مش كده، ده انت ست مؤدبة ومحترمة وراقية. ده احنا عندنا حدانة في الصعيد تجيب ولادها أنا رأيت امرأة قالت وحكت لي بشخصها وكنت في مسجد الفتح برمسيس، جاتني مخصوص عشان تقول لي كان لها ثلاث صبيان والثلاث صبيان كانت سلفتها ما بتخلفش، فكانت تجمع الثلاث صبيان كده وتتجعرن في وسطهم، وبعدين والبنت الثانيه المسكينه تنظر حسره والما والثانيه مش فاهمه شيء. خدي بالك. وبعدين قالت لي الكارثه والحسره ان في سنه واحده الثلاثه ضاعوا. لا حول ولا قوه. قلت لها ما اضاعهم الا انت، لانك ان اردت ان تحفظ نعمتك فلا تحدث بها محروم. احفظوا حوائجكم ونعماءكم بالكتمان. خلي بالك. واما بنعمه ربك فحدث بنعمه، خلي بالك، لا تعاير بها محروم ولا تحدث بها محروم. لما تيجي تسأل انت حافظ القرآن كله، اقول لك الحمد لله. بس مين ما بينساش يا ست دعاء؟ خدي بالك. انت بتقرا كم كتاب في والله انا حسب المقادير. ما جيش اتكلم واقول الكلام ده كله وبعدين لما احسد اقول منين جاني الحسد؟ نورتني يا فضيلة الشيخ، انار الله وجهك بالايمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان، ورزقني واياك والمشاهدين زيارة النبي العدل. امين يا رب العالمين. فاصل ونعود. بينزف ليه؟ أصلي طهرته امبارح في المستشفى جنب البيت عندنا. انت ازاي تعملي حاجه زي كده؟ ازاي تخلي حد يبهدل لك ابنك؟ مش بتسمعي عن دكاتره متخصصه في جراحه الاطفال؟ انا غلطانه، طب اعمل ايه؟ بصي انا اعرف دكتور ممتاز اسمه دكتور احمد الشامي، هو استاذ جراحه الاطفال وحديث الولاده. ايوه، يعني اتعاملتي معاه ولا مجرد انك سمعتي عنه؟ لا طبعا اتعاملت معاه وطهرت ولادي عنده وولاد اخواتي كمان، وكل العيله بنتعامل معاه، عمرنا ما سمعنا عن اي حاله نسفت. ممتاز. وايه الطرق اللي بيستخدمها دكتور احمد؟ الكي الحراري، الليزر، الجهاز الامريكي او الجراحه العاديه، وده بيرجع للجراح. وبيعملها بعد قد ايه من ولاده الطفل؟ من الاسبوع الاول لحد 40 يوم. طب يلا بينا على المركز مع دكتور احمد الشامي، ابنك دايما في امان. للحجز والاستفسار
اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه. عايزه ارحب باستاذ دكتور احمد الشامي، استاذ جراحه الاطفال وحديث الولاده بكليه طب الازهر، وعضو الجمعيه المصريه لجراحه الاطفال، وعضو الجمعيه المصريه لجراحه المناظير. منورنا يا دكتور، اهلا بحضرتك. هي يعني فقره حضرتك مهمه جدا وحيويه جدا، ومفيش بيت مش بيحتاجها، لانه حضرتك بتتكلم في اول حاجه بنستقبل بيها البيبي، يعني فكره طهاره الولد دي احنا شايفينها حاجه عاديه، لكن فوجئت ان دكتور احمد بيقول لي بيحصل يعني بعدها مشاكل كتيرة جدا. فقولي فكرة ختان الذكور أو طهارة الولاد بشكل عادي والطبيعي، إيه اللي ممكن يكون بيحصل مشاكل نتيجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك عارفة امبارح الأم بتتصل بيا بتقول لي أنا هولد النهاردة وعايزة حضرتك تطهر لي البيبي النهاردة. قلت لها أوكي، بتاخدي حاجة؟ قلت له اه، انا حصل لي تسمم حمل وباخد كليكسان اللي هي ادويه السيوله. والطبيعي انها كانت هتطاهر البيبي في اول يوم. ودي تبقى كارثه. اه، عشان هي يعني حضرتك مجرد سؤال، لو ما سالتش السؤال ده ودكتور ايا كان اللي في المستشفى، انت عارف حضرتك ساعات دكتور النساء بيطاهر او دكتور الاطفال بيطاهر، فممكن المدام ولدت وحضرتك البيبي نزل ويطهروا بعدها بساعتين ثلاثة من غير سؤال عام، من غير حتى التاريخ المرضي بتاع دايما بقول الأم. نايب الجامعة أو الدكتور اللي تعب في نيابته بيبقى دكتور شاطر. حضرتك لو شاف، أنا أحد الأيام كان عيان عنده هيموفيليا. يعني إيه هيموفيليا؟ ده مرض سيولة في الدم، نقص فيتامين، نقص فاكتور 8 في الدم. حضرتك جاء وكان متطهر بره، وحضرتك انا قعدت 12 ساعة على الكرسي جنب البيبي في الرعاية بننقله دم وماسك العضو بتاع الولد، لان لو انت حضرتك دخلت خياطي، لو انت كاوتي، لو انت استخدمت اي اجهزة، الدم والنزيف ما بيوقفش. الحاجة الوحيدة اللي توقف الدم هو الكومبريشن، هو الضغط على العضو نفسه. فتخيلي انك تقعدي ما يقرب من 12 ساعة عشان اقوم اخش الحمام، تجيبي دكتور زميلك معاكي في النبطشية يقعد على الكرسي في الرعاية وبنديله فاكتور 8 مش لاقيينه عبال ما يدور عليه ويجيبه، وبياخد فريش بلاد وبياخد دم، بننقله دم الواد 40 يوم في الرعاية المركزة ويتنقل له 200-300-500 سنتي دم وفاة على طول. حضرتك بيبقى جاي الولد في حالة تقريبا موت، الولد نزف كمية، وحضرتك هو الولد مجرد انه طهارة بسيطة، طهارة بسيطة. الولد اساسا هو فيه كم سنتي دم اساسا اللي لسه مولود ده؟ 3 كيلو، ما فيش فيه 150 سنتي دم. لما يفقد 50 سنتي دم يعني سرنجتين دم، يبقى هو كده فقد تلت دمه، يعني بيموت. يعني تخيلي تبقى كارثة. احد الزملاء بيطاهر بجهاز كي دايسيرم، حاجه اسمها دايسيرم عندنا في من ضمن الادوات اللي بنستخدمها في العمليات. كومبليكيشن قليله، يعني حضرتك ما بتحصلش كتير، بس لو حصلت بتكرهي ان انت دكتوره. الطفل حصل فيه غرغرينه في العضو بتاعه، تخيلي ان العضو بتاعه وقع، يعني العضو بكميه الجلد حصل فيها غرغرينه واسودت ووقعت بعد 24 ساعه من الطهاره. الولد ده موجود ومن المنيا ودخل العمليات في كل مستشفيات الجامعيه والتعليميه في مصر، تقريبا لف مصر كلها 6-7 مرات، وليس له عضو وليس مشكله. بيطاهر طهاره عاديه خالص، استنوا سنه سنتين بيطاهر. الدكتور اللي بيطهره بيقطع بجهاز ده، حاجه اسمها دايسيرمي، بيقطع بكي كي كهربائي حراري، احد الاجهزه اللي احنا بنستخدمها في العمليه. قطع، حصل ثرومبوزس او الكي ده، الاورده والشرايين بتاعه العضو قفلت، فما عادش رايح دم للعضو، فجزء كبير جدا من العضو وقع، وكانت احتباس بول، وعملوا له قسطره في المثانه، يعني في البطن، ركبنا له قسطره في البطن عشان يعمل تحويل مسار للبول، عشان مشكله صغيره حصلت في الطهاره. فدايما بنقول ختان الذكور لازم يتعمل باجراءات. لما بيجي طفل مثلا او مامته تقول انا عايز اطير، بقول لا انا بطير في اوضه العمليات في كذا وكذا وكذا. يقول لك ليه انت مكبر الموضوع؟ ليه مكبر الموضوع؟ لو شفت حضرتك
حاله، لو شفت حاله حصل فيها كومبليكيشنز، ودايما انا دايما القاعده بقول كل ما بتفهمي اكتر كل ما تخافي اكتر. يعني احنا بالعكس، انت كل الدكتور يعني ما يكبر يعني حضرتك بتنصح فكره انه الطهاره ممكن الطهاره يعملها حد مش طبيب يعني كتير جدا في القرى، للاسف في القرى وفي بعض المدن كمان يعني انا هقول لحضرتك حاجه مضحكه. انا الاسبوع اللي فات كان عندي عمليه، الولد جاي بيعمل خصيه معلقه وعنده 8 شهور ومش مطهر، فانا بقول لباباه طب هو انا هعمل له العمليه وبالمره هنعمل له سيركمسيجن الطهاره عشان هو كده واخد بنج كلي، فحرام ان انت بعد شويه تيجي تدخله تاني عمليات تاني او حضرتك نعمله بدون بنج. لا 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 ليه؟ اصل جده قال ما طهرهوش. جده صاحبه ممرض وقال له هيعملها له هديه او كادو او النقطه بتاعته، والله ده حصل. تخيلي انا الطفل نايم وواخد بنج كلي وبعمل عمليه تانية في المنطقه وبقول له هعمل لك الطهاره كادو، الولد واخد بنج حرام اعمل لك الطهاره، قال لي لا اوعى الطهاره دي، جده يزعل، ده امانه. جده قال لي لا صاحبه هيعملوا له، فانت بعد اذن حضرتك ما تطيرش. شوفي حضرتك الدنيا بتبقى الناس بتفكر ازاي وكلام من يجي حضرتك الولد العضو صغير جدا، يجي يقول لك طب اما العضو يكبر. هو العضو يكبر ده مش حاجه، اورجان عضو بيكبر في خلال اسبوع واتنين. ده عشان يجي يقول له لما العضو يكبر يقول لك طب استنى ما يبقى عنده 5 سنين. طب هنستنى بطهاره الطفل لغايه ما يبقى 5 سنين؟ اللي بيحصل التصاقات في افرازات بتبقى موجوده ما بين راس القضيب والجلده البريبس اللي هي الجلده اللي بتبقى موجوده زياده دي، التصاقات بيحصل كوارث عشان تيجي تفصلي ما بين الجلده. طب ايه المشكله ان انا عندي عضو صغير؟ لا، لو نسبه وتناسب انا بطاير والعضو صغير. طب العضو صغير فعلا لدرجه ان انا ما اقدرش اظهره، انا عندنا كريمات، وكانت مشكله حركه التجاره العالميه والكورونا والكلام من ده حضرتك وقفت الاستيراد، فكان المشكله جدا كبيره جدا ان انت تيجي حضرتك انبوبه الكريم اللي انا بكتبها 1800 جنيه، فعيانين كتيره ما بيقدروش يشتروها. دي كريم بيعمل ايه؟ بيكبر الاعضاء التناسليه في الاولاد الذكور في السن الصغير، عشان لو الطفل عنده مشكله صغر حجم العضو، طب العضو مدفون وحواليه كميه دهون، بنستخدم الكريم. تواصلت مع دكتور استاذ تركيبات وعقاقير في صيدلية طنطا، وبدا يعمل لنا الموضوع ده ونوفره عندنا وتركيبه هو نفس التاثير، والتمن حضرتك مش 20% من قيمه فنستخدم الكريم لمده 4 أسابيع يكبر لنا العضو ونقدر نطهره. طب حضرتك الولد عنده فتحة البول ضيقة جدا، الولد يجي يعمل حمام ده لازم يطهر، ما ينفعش استنى نقول له ما العضو يكبر واستنى بعد 40 واستنى لما تلمل، لا تتعمل فورا. طب حضرتك الطفل عنده انحناء في العضو، طب يعني لو الطبيب اللي بيولد السيدة ولقى ان ما عندهاش تاريخ مرضي ولا بتاخد أدوية سيولة او كده، فالطفل يتطهر عادي بشرط يفحص الطفل كويس جدا. حضرتك احنا بنفحص الطفل موضعيا، انا عندي ما يمنع الطهاره ولا لا؟ زي ما بتكلم حجم العضو صغير ممكن نستنى عليه ونستخدم الكريمات. طب حضرتك انا عندي انحناء في العضو ولازم يتطهر بطريقه معينه. طب انا عندي حضرتك بيبقى في بعض الحالات ان العضو لازق في كيس الصفن زي اللسان المربوط كده، بيبقى لازق في اسفل الفم، العضو نفسه بيبقى الجلده لازقه في كيس، فيجي حضرتك يطهر الطهاره العاديه فيجي بعد كده ما فيش عضو، يكاد يكون العضو مختفي جدا جدا جوه طبقه الدهون او الطبقه، او يحصل التصاق على الجلد في مقدمه العضو بتبقى كارثه. يبقى هنا بيطهر بعد 2 3 شهور ونطهره تجميليا، بمعنى ان انا هنا ما ينفعش. طيب يبقى احنا عندنا لو الام شاكه في شكل ابنها او العضو بتاع ابنها او كده لازم تعرضه على جراح. حضرتك بالمناسبه بتنزل محافظات كتير يعني؟ ده ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي انا موجود في سوهاج يوم 28 يوم الخميس ان شاء الله. هنا مكتوب المنوفيه 7 فبراير. المنوفيه 7 فبراير ان شاء الله. الاسكندريه الحد اللي جاي سوهاج 28 و29 بالظبط، الخميس والجمعه اللي جايين ان شاء الله زياره الصعيد سوهاج وقنا، مستشفى الصفا في سوهاج، وميدان سيد عمر في برج الرواد يوم الجمعه في قنا. بنشوف حالات حضرتك حالات صعبه جدا جدا جدا،
ومن ضمن الحالات اللي بنشوفها الكوارث بتاعت الطهارة. ودي اللي خلت حضرتك ان انا بتكلم على الموضوع ده بشكل اخر باستفاضة، علشان الناس بيبقوا مستسهلين. يعني هو قال لك الممرض هي بالظبط هيطهر الولد، هيعملها كادو. والله هيجامله يعني. فدي حاجه مش المفروض نستسهلها، او مش المفروض نستهين، لان خطورتها يعني اكتر من يعني حضرتك بتيجي في مقتل. لو شفتي حضرتك، انا يعني انا مسير مره اقابل حضرتك بام مرت بالظروف دي، هتعرفي مدى المأساة طبعا. اللي مرت حضرتك كان عندي طفل كان نفس المشكله، كان عنده، واحنا بنتكلم بقى ان انا عندي ما يمنع الطهاره، لو عنده فتحه البول مش في مكانه ده بنعمله. طب حجم العضو صغير ساعات بيبقى الطفل حجم العضو بتاعه صغير فعلا، وعنده مشكلة الإحليل السفلي اللي هي فتحة البول مش في مكانه الطبيعي. طب هنا ينفع يطهر؟ مستحيل. ولو الطاهر تبقى كارثة، تبقى جريمة ان احنا نطهر طفل عنده إحليل سفلي فتحة البول مش في مكانها، عشان هناخد حتة الجلدة اللي احنا بنرميها دي وبنستخدمها كرعة داخلية نشتغل بيها. طب حجم العضو دايما نقول لا، مفيش ما يمنع ان انا استخدم الكريمات اللي بتكبر واشتغل، لان لو هستنى لما العضو يكبر، العضو ممكن حضرتك نوصل لمرحلة البلوغ، عندي تن صغير 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 لمرحلة البلوغ اللي هو 12 و15 سنة. طب انا هستنى بمشكلة في العضو والطفل بيعمل حمام من اسفل العضو وبيغرق هدومه وما يقدرش يعمل حمام طبيعي، ونفسيا الطفل بيبقى متدمر، وكمان لما نيجي نشتغل على الطفل وهو صغير اي عملية في الاطفال حضرتك معدل التئام الجروح بيبقى احسن بكتير لما الطفل يكبر. نفسيا بتبقى كارثة ان الطفل بيبدا يقول اشمعنى اشمعنى ده اخويا. طيب حضرتك كاتب في الحاجات اللي حضرتك بتعالجها، يعني كاتب عدم التحكم في البراز او الامساك عند الاطفال، ده ايه علاقته بجراحه الاطفال برضو؟ يعني حضرتك فهمني كده. ده حضرتك ده موضوع يعني كارثي. طفل، انا عامل ولد اسمه عبد الصبور حوالي 7-8 سنين من اسبوعين، كانت مشكلته امساك. عارفه يعني ايه حضرتك امساك؟ بيخش الحمام كل شهر يا حبيبي يا ابني، ما بيعملش صعب. حمام براز الا كل شهر، لدرجه ان هم حضرتك هم عارفوا بيعملوا حاجه اسمها غسيل قولون. يروحوا للدكتور اللي جنبهم يدخلوا يعملوا غسيل قولون. يعني غسيل قولون يعني ايه؟ الولد ينام وبإزازتين ثلاثة محلول ملح زي حقنة شرجية، ويدخل الأسطرة الكبيرة جوه فتحة الشرج، وينزل الإزازتين محلول ملح، وبعد كده الولد يقوم يقعد على التواليت. طب ده كان عنده إيه؟ ده مولود عنده حاجة اسمها هيرش سبرانج، اللي هو تضخم القولون، اللي هو كسل في القولون، اللي هو عدم وجود خلية عصبية في القولون. المفروض ان الولد بعد ما بيتولد او البنت يعني البيبي بعد ما بيتولد حضرتك بيبقى يعمل حمام الاسود، البراز الاسود اللي بيعدي في اول 24 ساعه ده لك ما عداش اول 24 ساعه، عشان كده بالنادي وبننبه على الامهات وبننبه على الاطباء سواء النساء او اطفال او تمريض عمليات الكلام من ده او حتى الحضانات، لازم اي بيبي يتولد يعدي براز اسود في اول 24 ساعه. لو ما عداش تعمل ايه؟ فورا دكتور جراح اطفال. تساوي حياته. يعني تخيلي حاجه بسيطه خالص. يعني انت الطفل لو ما عداش البراز ممكن يموت فيها. لو حضرتك الفتحه ضيقه ممكن توسيعه صغيره وتعدي. طب الطفل بقى اللي هو اللي احنا بنقول فتحه الشرج فوق كده، فتحه الشرج ب 2-3 سنتي، الجزء ده ما فيش فيه عصب. العصب هو المسؤول إيه بقى؟ المسؤول عن انقباض والانبساط اللي هو بيفضي. تمام. فما بيبقاش الجزء ده كأنه واحد عنده شلل في ايده ما يقدرش يحرك ايده. فنفس المشكله الجزء ده من القولون ما بيقدرش يتحرك، فتحصل فيه رينج يعني ضيق، فيبدا فوق الحته الضيقه دي القولون فوق يوسع يبقى كبير 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 كبير، فيبدا كل الاول كان بيقول لك بديله البوسه يعمل حمام كل يوم، دلوقتي انت بديله البوسه مرتين في اليوم وما بيعملش، دلوقتي عاد بيعدي 3 ايام وما بيعملش، دلوقتي عاد بيعدي اسبوع وما بيعملش. طب ده وصلنا ان هو ما بيعملش غير بالحقنه الشرجيه. تبقى الطفل عنده 6 شهور سنه او سنتين، ويقول لك الاسطول بتاعه بتاع واحد عنده 40 سنه. كبير بلكي اوفنسيف يعني ريحته وحشه وكبير جدا، لدرجه ان هو وهو نازل بيجرح بيقطع الشرج. ده حله ايه يا دكتور؟ حضرتك لازم يتشخص الاول ان هو الهيرش سبرانج.
وانس ان هو اتشخص احنا بنعمل العمليه ديت على سن 4 و3 و5 و6 شهور مش 7 سنين. القولون بيبقى وصل. عايش 7 سنين ازاي عايش 7 سنين اصل ابوك كده قمت اصل احنا عندنا الامساك وراثه مزمن في العيله او الامساك وراثه هو مفيش حاجه اسمها امساك وراثه في العيله مفيش حاجه كده خالص. حضرتك عنده امساك بنشوف سببه وظيفيا اللي هو نظام الاكل والشرب والدليفري بتاعنا والقصص واللبن الصناعي والكلام ده ولا المشكله فعلا مرضيه. المشكله مرضيه بتتحل لما نعمل حضرتك انت عارف لما الطفل بيتاخر انا بدخل الطفل 3 مرات عمليات بين كل مره ومره 3 شهور أو 6 شهور. أول حاجة لو الطفل جه متأخر وبقى القولون متضخم كبير جدا بعمل له حاجة اسمها كولوستوم، بعمل تحويل مسار فتحة شرج على البطن وركب كيس لتجميع البراز ويبدأ الطفل يفضي ومامته تفضي لغاية 3 شهور. بعد كده أخش أعمل استئصال جزء من القولون والطفل بيقعد 4 أيام و5 أيام و7 أيام في المستشفى ان بيقول يعني ما فيش حاجه عن طريق الفم حتى السوائل اللي بياخدها بنوقفها وبيمشي محاليل عن طريق الكانولا وبندي بلازما وبندي دم بيقعد 7 أيام في المستشفى. بعدها ب3 شهور بخش اقفل الفتحه اللي احنا عملناها الاول. يبقى انا كده دخلته كام مره؟ 3 عمليات. ده لو حضرتك اتاخرتي وقلتي لا اصل ده الامساك وراثه في العيله وقالوا لي الطبيعي تيجي الام كان عنده امساك طبيعي. بقول يعني ايه امساك اشرحي لي الكلام. تقول لك اصل ما بيعملش غير كل 3 ايام مره. طب ولا هو الطبيعي يعمل ايه؟ الطبيعي يعمل 3 مرات يوميا. فدي برضه مفهوم خاطئ عند ناس كتيره يقول لك ده عنده امساك طبيعي. يعني ايه امساك طبيعي؟ مفيش حاجه اسمها امساك وطبيعي. هو الطبيعي ان هو ما يبقاش فيه امساك في اي طفل مولود ما يبقاش عنده امساك. عنده امساك لازم نفحص الطفل. بعرض الطفل الاول على دكتور اطفال يا ترى نوعيه الالبان اللي بياخدها يا ترى كميه الاكل اللي بياخدها يا ترى يا ترى 15 يوم هنقول شهر اذا ما تحسنتش الامور والولد بدا يعمل اخراج طبيعي لازم اقيم بعد الطفل. بعد قد ايه بقى العمليه بيخف خالص بقى؟ بيخف خالص لو اتعملت عند 4 شهور و5 شهور و6 شهور. حضرتك ممكن نعملها من جوه فتحه الشرج ما يبقاش فيه فتح اساسا ولا غرز ولا اي حاجه خالص. بس لها كاركتر ولها شروط ان انا ما اعملش لما استنى 3 سنين و2 سنين و6 سنين والقولون بتاعه بقى فرده كاوتش عربيه وتيجي تقول لي لا اصل انا مش عايز اعمل لابني فتحه تحويل مسار براز على البطن. ما هو مش بمزاجك ده كنت تشترط على الجراح ان انت عايز تعمله لما تجيبه له وهو عنده 3 شهور 4 شهور 5 شهور. اقول لك من عيني حضرتك انا هحضره 3 ايام فقط هغسل له قولون لمدة 2 3 أيام واعمله. ايه اللي يخليها تفكر تروح لدكتور جراح في حالة ان ابنها عنده امساك؟ يعني هقول لحضرتك حاجة. تعرف انا عندي كان عندي من يومين المرة الزيارة اللي فاتت كنت في اسكندرية فبنوتة جاية حضرتك ما بتتحكمش في البراز وصلت انها في سنة 6 ابتدائي مثلا يعني 12 سنة وكان عندها مشكلة انها عندها الهيرش سبرانج ده او عندها تضخم القولون وامساك اصلا ما بتعملش حمام غير باللبوس اصلها طبيعية كده اصل باباها كده و و و كلام. وصلت لما وصلنا للكومبليكيشن بتاعة المرض بقى حضرتك دايما لما بيبقى عندنا مشكلة بس مخفية شوية متعايش معاها فحضرتك ما بتروحش لدكتور. صحيح. لما تروح لدكتور امتى؟ لما يحصل بقى اثار جانبية للمرض وبعدين تعترضي عليه او ما يبقاش مناسب ليك. يعني حضرتك هي راحت للدكتور ليه؟ عشان بتعمل حمام على نفسها ما بتمسكش بقى عدم تحكم في البراز. تروح المدرسه تروح المدرسه بقت ريحتها وحشه تخرج الشارع بقى ريحتها وحشه. مش المفروض نوصل للمراحل المتاخره دي ويعني الامهات تاخد بالها من القصه دي؟ انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ دكتور احمد الشامي استاذ جراحه الاطفال وحديث الولاده بكليه طب الازهر وعضو الجمعيه المصريه لجراحه الاطفال وعضو الجمعيه المصريه لجراحه المناظير. شكرا جزيلا بشكركم على حسن المتابعه. اشوفكم على خير بكره باذن الله.